السلام عليكم. هذو رجلين تاع ليكس يمشي. يعني شحال من واحد قال لي وريني كيفاش يخدموا وما مش مفهومين، صح هما صعاب لكن كي تفهمهم تعرفهم. نبدو من هنا، هادو زوج تاع رجلين لافون، وهادو تاع لاريير، يعني هادو الارجل الاماميه وهذه الارجل الخلفيه. هذه تاع الرجل اليمنى يعني الجهه الاخرى، وهذه تاع الرجل اليسرى. هذه تاع الرجل اليمنى التي هي في الاخير، وهذه تاع الرجل اليسرى التي هذه. اذا الارجل الاماميه الارجل الخلفيه، هذه الجهه اليمنى وهذا الى الجهه اليسرى، هذه للرجل الاماميه وهذه للاخراج وادخال. المهم اول ما نبدا نخرج العوارض، نختار الجهة طبعا التي نحن نراها، الرجل اليمنى التي في الخلف والرجل لا اليسرى التي في الأمام والرجل اليسرى التي في الخلف. إذا فنختار اللون الأخضر واللون الأبيض، هذه للرجل الأمامية وهذه للرجل الخلفية. إذا فنختار هكذا، ثم هذا اختيار العوارض، أما إلى الأسفل فالاختيار للأرجل، وهذا يعني في النصف لا يعمل. إذن فنختار العوارض ونخرج إلى الأسفل، هكذا تخرج العوارض مع بعضهم، ثم ننزل إلى الأسفل تصبح إخراج الأرجل هكذا. في الإدخال كذلك نترك هذا إلى الأسفل ثم نرفع إلى الأعلى فتدخل الأرجل، ثم نختار العوارض ثم ندخل. هذه قلنا لتختار الرجل التي هي في الأمام في الوسط، ما عليك إلا لأن ليست لها عارضة لأنها تحت المخطورة القيادة، ونخرج هكذا. وفي رفعها ايضا نتركها هكذا ثم ندخلها هكذا. هذا سنذهب، واما العوارض من الجهه الاخرى فما عليك الا تختار السوداء والصفراء، هكذا للعوارض وهكذا للارجل. اختيار اختر العوارض اختيار الارجل، اما الادخال والاخراج فمن هنا، هكذا تخرج وهكذا تدخل. لاختيارهم في الأربعة ما عليك إلا هذه كلها أرجل هكذا، ثم تخرج الأرجل تدخل الأرجل. أرجو أن يكون الشرح واضح. السلام عليكم ورحمة الله.